حذر جون بولتون مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض إيران من تكرار استخدام التهديدات ضد الولايات المتحدة عقب تهديد الرئيس الإيراني بإغلاق مضيق هرمز. ووفقا لمصادر صحفية، فإن بولتون أكد أن الرئيس الأمريكي مصمم على مواجهة سياسات إيران، محذرا النظام الإيراني من عواقب وخيمة في حال قامت بأي فعل خاطئ. وأفاد المكتب الإعلامي للبيت الأبيض أن بولتون نقل عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه سيجعل إيران تدفع ثمنا باهظا لم تدفعه سوى دول قليلة على وجه الأرض في حال استمرت في تهديد الولايات المتحدة.